شددت محكمة الاستئناف بأكادير الثلاثاء العقوبة التي قضت بها المحكمة الابتدائية في حق الناشط رضا الطوجني، حيث قررت رفع عقوبته من سنتين إلى أربع سنوات نافذة، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها ضده وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وكانت المحكمة الابتدائية بأكادير قد حكمت في فبراير الفائت على الطاو بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها عشرين ألف درهم مع أداء درهم رمزي تعويضا لوزير العدل عبد اللطيف وهبي الذي اشتكاه بتهمة التشهير به من خلال بثه مقاطع فيديوهات ذات علاقة بقضية إسكوبار الصحراء وفي تعليق على القرار الصادر بحق جني قال محاميه رضوان عربي إن حكم يجانب الصواب وغير منصف وقاس جدا وأضاف الظاهر أننا سنخاصم كذلك القرار الاستئنافي أمام محكمة النقب وهي مسألة سنراجع فيها السيد جني ويلاحق الطاوجني بصفة رئيسية نتيجة حديثه بشأن قضية إسكوبار الصحراء التي تسببت في اذى كبير لحزب الاصاله والمعاصره بعدما اعتقل اثنين من قادته في قضيه المخدرات هذه وهما كل من عبد النبي بعيوي رئيس مجلس جهه الشرق وسعيد الناصري رئيس مجلس عماله الدار البيضاء وبرلمانيها